اخذت كيس الاغراض ونزلت وضليت ماشي، وصلت لبدايه المخيم. فلما انا وعم بقرب وعم بحس بالورطه انه هلا ما عاد فيك ترجع. ما في بروح برجع، يعني اذا رجعنا على درعا انا بالنسبه لي فقدت من عائلتي خمسه. شو بدي ارجع له؟ انا صح هلا خسرت بيتي، بس هو بعده بقلبي. لا ضل بيت ولا ضل شيء. اول كنتي لما تبعدي عن حدا بتحبيه تتأزمي، فهلا صار انه يعني من كتر الالم يمكن كثير اشياء كانت تتاثر فيكي، هلا بتحسي انه صرت تحسيها عادي. يعني ما بدك تفكري فيها، بتحسي بمصيبه. انا بحسها مصيبه. هاي جبتها معي لانه عزيزه علي. الصوف اللي فيها من غنمات جدي بسمخ، طلعناها بال 48 وانا طلعتها معي لهون. رديت فرشتي، هاي فرشتي هاي فرشة عرسي. إنه أنا خلقت لاجئ أوكي، بس إني اختار كون لاجئ مرة تانية هذا قرار صعب شوي. يعني ما كتير أنا عندي الجرأة لأختاره أو أخذه لهذا القرار. مرتين صعبة.